السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناتكم قناه اميره ان دويتشلاند. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم خير. اليوم ان شاء الله غدا نشارك معكم واخيرا اخواتي منتوجات ديال روسمان اللي غدا نقول لكم رايي الشخصي والصريح، تجربتي الشخصيه مع هذه المنتوجات. قبل 6 شهور ولا اكثر شريت ايزانا، شريت عده منتوجات خاصه بروسمان منها التيغا، للاسف الشديد كانوا اغلبيتهم فلوب، تقريبا كل شيء البنات، لدرجة انه قلت الا درت فيديو غدا نبقى عليكم فلوب فلوب نسطع عليكم راسكم. ولكن الحمد لله مؤخرا وليت ندير هاد الفيديوهات القصيرة، نقدر ندخلهم لكم في فيديوهات قصيرة ريفيو سريع باش ان شاء الله تستافدوا من هاد التجربة الشخصية ديالي. خرجت مؤخرا ايزانا ولا غوسمان واحد السلسلة سماتها ايزانا بيور، خالية من البارفان، من السيليكون، من البارابين، البارافين ومن الميكرو بلاستيك. وصراحه هاد المنتوجات من بعد دوك لي فلوب كاملين تشجعت انني نشريهم ونجربهم على خاطري، واليوم غدا نعطيكم الريفيو ديالي الشخصي والصريح على كل منتوج. اول منتوج غدا نشارك معكم وهو غسول منظف لبشره الوجه، جاء على شكل رغوه، فيه ماده نياسيناميد وماده البانتينول. نعم هادشي غدا تلقاه في المكونات، كاتبين انه يليق لجميع انواع البشره وبما فيها الحساسه، هنا غدا نقول لكم لا، ماده نياسيناميد واحد الماده اللي تتهيج بعض انواع البشره، ما تجيش مع كل شيء. هاد السلسله اخواتي ديال ايزانا بيور دارت شراكه مع الكوتشيك، الاب اللي عطيتو لكم شحال هذا، تقول لكم خاصه للمبتدئات سهل عليكم الماموريه تقراو به المنتوجات، واش كل ما كانت خضراء الدائره كل ما كان احسن، وكل ما كانت حمراء خايبه. ولكن رغم ذلك تنقول لكم ما تثقوش فيه 100%، باقي تدير شي اغلاط. بالنسبه من ناحيه المكونات رائع جدا، فيه التنزيد اللي تدار الغسولات ديال لي بيبي يعني رائع. وبالنسبه لواحد الحاجه هنايا جات الفوق كاع سميتو حمض اللاكتيك، حمض اللاكتيك هو مقشر كيميائي تستخرجه غالبا من الالبان، وهذا النوع بالضبط تيقولوا هو مزيان غالبا للبشره الحساسه، يعني ما عنده ما يدير ليها، وتيديروا اكثري مثلا الا كان عندك تصبغات في البشره وعندك الكلف. هاد حمض اللاكتيك راه تيتباع حتى في دو اورديناري، غير هو ديال دو اورديناري زايدين فيه شي حاجه اخرى الا بقيت عاقله. فالمهم اخواتي هذا المنتوج انا بالنسبه لي رائع جدا، لا من ناحيه التركيبه ديالو لا من ناحيه كل شيء اللي فيه، ما دار ليا لا تهيج لا حتى حاجه، تيرغوي مزيان. غير هو عاوتاني خاصكم تعرفوا هذا النوع هذا ما تيحيدش الميك اب وما يحيدش لك الواقد ضد اشعه الشمس مزيان. علاش؟ لانه غير الرغوه. اما لا كنتو باغي زعما تحيدوا به الميك اب، حيت هو كاتبين انا يعيدونا بانه تحيد الميك اب ويحيد لك الوسخ من اعماق الاعماق، يمكن هذاك حمض اللاكتيك اللي فيه يقدر يدير شي حاجه، حيت هو هذاك معروف تيحيد خلايا الجلد الميته. ولكن رغم ذلك يعتبر صراحه هو من احسن اروع الغسولات اللي جات على شكل رغوه، اللي معروف جدا انها ما تتحيدش الميك اب، ما تحيدش لك زون كريم، فقط مثلا في الصباح ديريه رائع جدا. بالنسبه ليا طوب، ما عندي ما نقول لا من ناحيه المكونات لا من ناحيه الفاعليه. غادا ندوزو دابا المنتوج الثاني اللي هو عباره عن سيروم، هذا كاتبين انه تعطيني ترطيب عميق جدا، وتا هو فيه ماده البانتينول وزايدين عليها ماده الهيالورون. هنا ملي تمشيو المكونات اخواتي فيما قل ودل، فعلا غادا تلقاو البانتينول وفعلا غادا تلقاو ماده الهيالورون، غير هي جات بنسبه قليله، جات تحت كاع. فالمهم وفي ماده الجليسيرين، يعني هذا مديور ما بغيتش نقول رخيص، ولكن هذا السيروم هذا نقول لكم اللي ما عجبنيش فيه، ملي تنديرو في البشره ديالي تيبدا وجهي تيتلصق وما تيجي فوق منه حتى كريم. يعني كما تتعرفوا السيرومات بصفه عامه تديري تتخليه ينشف ومن بعد تديري الكريم ديالك اللي مولفه ديري، هذا ما جمعه حتى كريم، دائما تتحسوا بوجهكم تيتلصق، واحد الاحساس ما زوينش، ترطيب ما شفتش شي ترطيب عميق. وجاوني الجزيئات ديال الهيالورون غادي يكونوا كبارين، الهيالورون كل ما كان المنتوج غالي غادي تعرفوا ان الجزيئات ديالهم مخدومين مزيان، يعني صغارين بزاف، تتستافد منهم البشره ديالكم تتمتصها دغيا. هذا لا، هذا تيبقى داكشي الفوق، تيبقى الفوق ما عجبني. هذا السيروم هذا اخواتي ما عجبنيش نهائيا نهائيا، هذا نقدر نقول لكم فلوب فلوب فلوب.
غادا ندوزو دابا المنتوج رقم 3 اللي هو عبارة عن اوغان كريم. هاد المنتوج اخواتي فيه مادة الهيالوغون كاتبين ومادة ديال الوفيرا. فعلا هادشي غادا تلقاو كاين في المكونات، وزيدوا عليه حتى زيت ديال نوار الشمس بنسبة كبيرة، يعني جات في تاني في مكون، وكذلك فيه الزيت حتى ديال اللوز، فيه الجليسيرين، وفعلا غادا تلقاو الوفيرا وتلقاو فيه حتى الهيالوغون. هادشي كاين من ناحية المكونات، ما عندي ما نقول، انتظرت منه الكثير صراحة. يمكن هداك الشيء علاش ما عجبنيش بزاف، يعني نقدر نعطيه 5/6 على 10. ما كاينش شي ترطيب عميق، لا، ترطيب عادي جدا. ترطيب مثلا البنات الا عندك تحت عينيك عادي جدا وبقى صغيره، ما تتقلبيش على اونتي اج وديك الروينه كامله، هذا يقدر يعجبك من ناحيه المكونات طوب طوب. ولكن البنات الا كنتو بحالي تتقلبوا على اونتي اج تظبط الترطيب وباغا هذوك الخطوط الرفيعه تحيد ولا اصلا ما تكونش، هذا ما غاديش يعجبكم، ما غاديش يعجبكم. 5/6 على 10. خرجت لنا ايزانا بيور كذلك واحد الماسك جاء على شكل كريم، هذا تيوعدنا بترطيب عميق جدا، فيه ماده نياسيناميد وفيه ماده البانتينول، وحتى هو نفس الشيء كاتبين يقتل جميع انواع البشره بما فيه الحساسه. لا اخواتي، فيه ماده نياسيناميد، ردوا بالكم. بالنسبه للبنات اللي اول مره دير شي منتوج فيه هذا المكون مزيان ليها، يعني غادا تجرب وتشوف رده الفعل ديال البشره ديالها واش يجي معاه ولا لا، وتنظن ان مثلا هذا المنتوج هذا فيه واحد النسبه قليله وواحد هاد النوع هذا اللي تيتمسح، يعني تديري في البشره ديك واحد 10 دقائق هما كاتبين. ولكن لو كنتي اول مره تستعملي بحال هذا ديريها دقيقه ولا جوج وجربي وشوفي شنو غادي يوقع. بالنسبه لي ما عنديش حساسيه من ماده نياسيناميد، درتو ما دار لي حتى حاجه، خليته انا 5 دقائق في النوبه الاولى اول مره ومسحته وجاني زوين، جاني انا بحال شي كريم. عرفتوا البنات، غنقول لكم بعد المكونات ديالو، هو الجليسيرين المرطب، زبده الشيا، زيت انوار الشمس، توكوفيرول، نياسيناميد فعلا، وفيه البانتينول. صراحه زوين وجاني بحال شي كريم. هنا غادا تلقاو فيه واحد الحاجه اللي سميتها الطالك. الطالك هو ديك البودره ديال الاطفال، عرفتوا اللي تنديروها لي بيبي. فهذا جاني انا بحال شي كريم، وليت مؤخرا شنو تنديرو، تنديرو نيش مباشره، يعني وتنخليه شي شويه في البشره ديالي، البشره ديالي تتمتصو، تنجي نمسح تلقاو يجي اصلا امتصات هذاك المنتوج. المهم ما عليناش، هذا الا قلت لكم الفرق بينه وما بين الكريم اللي كاتبين هنا 24 ساعه ترطيب عميق، فرق واحد واحد في المكونات، هو الطلق، هو البودره. هذا اللي عباره عن ماسك دايرين لينا فيه الطلق، وهذا محيدينها منه. فشتو علاش انا هذا ملي درته قلت هذا راه كريم، انا بالنسبه لي هذا راه كريم، راه ماشي ماسك، على شكل كريم، وهذا كريم. الفرق بيناتهم هو الطلق، يعني نتوما اختاروا شنو بغيتوا. شخصيا الا كنت ننصحكم مثلا تقولي لي لا بغيت واحد فهادو، غادي نقول لك خذي الكريم حيت ما فيهش البودره، ما عندنا ما نديرو علاش نبغيت بودره، يعني كون قريت المكونات صراحه اخواتي ما غاداش نشري هذا الماسك نهائيا، غادي ناخذ غير الكريم. من ناحيه المكونات رائع جدا فعلا، تيرطب، فيه نياسيناميد اللي تتفتح البشره مع الوقت، وفيه البانتينول اللي تيهدن وتهو تيرطب، وشخصيا جا معايا وعجبني. من ناحيه المكونات طوب 100%، كلشي فيه طوب، ما فيه حتى حاجه خايبه. ومن ناحيه الترطيب رائع جدا. غادا تقولوا لي من هادشي كامل شنو عجبك، غادا نقول لكم اخواتي الكريم وكذلك الغسول المنظف للبشره اللي جاء على شكل رغوه. كان هذا هو الريفيو ديالي على منتوجات ايزانا بيور، تنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، تنشكركم على المتابعه وتنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.